بعيداً عن ضفتي نهر النيل، قائمة طويلة من المشروعات التي اتجهت الدولة في الأعوام الأخيرة لتنفيذها عبر إنشاء العديد من المدن الجديدة بمختلف محافظات مصر، قائمة تضمنت في طياتها مدينة بدر التي استطاعت أن تستحوذ على أنظار السكان والمستثمرين في فترة وجيزة لأسباب عدة، كان أهمها قربها الشديد من العاصمة الإدارية. كمنطقة كويسة يعني، يعني الصراحة أحسن من زمان برضه، يعني زمان ما كناش بنشوف الشوارع بالمنظر ده يعني. عرفنا ليه مستقبلين هتبقى حلوة بالنسبة للمدن الجديدة، ففكرنا اللي احنا نيجي هنا الأولاد بقى والمستقبل وحاجة تبقى كويسة ونظيفة، فقلنا نيجي هنا أحسن يعني. أعتقد الإجراءات اللي بيعقدوها في البنوك وفي الجهاز هنا ممكن تتسهل، يعني بدل ما يعملوا 5 عقود عقد للجهاز وعقد للبنك اللي هو بيمولنا وعقد في بنك الإسكان والتعمير وعقد في الوزارة، ده كله بيتمضي بعد كده بيتختم هنا في الجهاز وبعد كده بيسلمه للبنك والبنك يتصل بينا بعد كده. طب ليه اللفه دي كلها؟ وممكن الجهاز لما يخلص يتصل بينا على طول ونستلم دايركت. قدمت على الشقه في شهر 7 في 2015 وجات لي بعديها بتقريبا في حدود 3 شهور او 4 شهور جالي الاستعلام وجم سالوا عني في البيت يعني واخدوا البيانات، وبعد كده رحت البنك دفعت المقدمه واستلمت العقد بعدها بشهرين. سالت بصراحه يعني، ففي ناس رجحت مدينه بدر افضل من ناس كده من مناطق تانية كتير يعني. المشكله اللي انا مقدم في الاسكان الاجتماعي من شهر 8، الحمد لله اتخصصت الشقه ورحت مضيت العقد في 24/4 بالظبط، وانا بتعامل مع البنك قال لي شهر ونص بالظبط هتكون مستلم العقد بتاعك. النهارده حضرتك كام؟ النهارده احنا 18/7 وما استلمتش العقد بتاعي، وكل ما اروح البنك الاهلي يقول لي قدامك شهر ابسط كلمه. جاي عشان احول من، كنت مقدم في القاهره الجديده وبعدين جاي احول لمدينه بدر وكده، على اساس ان هي مدينه برضو جديده وكويسه وفيها خدمات كويسه ان شاء الله. العاشر من رمضان وبالقرب من محافظة الشرقية، مدينة وصل عدد سكانها في فترة قصيرة إلى ما يقرب النصف مليون نسمة، لتلحق بقريناتها ضامة أكبر المدن الصناعية التي وفرت الآلاف من فرص العمل وخلق مساحات سكانية جديدة. طبعا المدينة عندنا هنا إجمالي عدد المراحل 4 مراحل بإجمالي عدد 14440 وحدة. طبعا احنا هنا المنطقة كاملة الخدمات والمرافق، وطبعا بدأنا نسلم هنا الناس بقالنا فترة. صراحة هي العربيات كانت قليلة في الأول، دلوقتي ما شاء الله في عربيات بس يعني مش كتير، لأن الناس مش راضية تيجي عشان ما فيش مدرسة. الخدمات كويسة وكل حاجة، ما فيش المشكلة بتسمى المجاري، وعندنا المدرسة لسه ما اشتغلتش وعندنا الحضانة لسه ما اشتغلتش وما فيش مسجد، عاملين زاوية صغيرة بنصلي فيها. المساكن هنا فوق الممتاز، بس ينقصها المدرسة لأن احنا عندنا أطفال في المدارس بجميع مراحل التعليم ابتدائي وإعدادي وسنة، المدرسة لحد دلوقتي مش شغالة، ما فيش أي منفذ للقوات المسلحة في المنطقة. لكن من ناحية المرافق الكهرباء موجودة، المية موجودة، الجناين موجودة، الحراسة نفسها موجودة. والله جميلة جميلة الحمد لله، احنا بنحمد ربنا على اللي احنا خدناه. قائمة طويلة من المشروعات الهادفة للتنمية والتطوير لا تنتهي إلا بذكر مدينة 6 أكتوبر، والتي تعد أكبر المدن الجديدة من حيث الكثافة السكانية والخدمات لقربها الشديد من محافظات عدة كالجيزة والفيوم وغيرهما. الحمد لله اللي تم صرفه من 35 سنة في الفترة السابقة، احنا بننجز دلوقتي في خلال السنتين دول اكتر من اللي تم صرفه في على المدينه في ال 35 سنه. يعني احنا حضرتك المدينه مصروف عليها حوالي 10 مليار جنيه خلال ال 35 سنه اللي فاتوا على المشاريع التنمويه اللي فيها. ما تم انجازه على سبيل المثال في الاسكان الاجتماعي لمحدود في الاسكان لمحدود الدخل في الفترة ال 35 سنه السابقين 77,000 وحده سكنيه، احنا بننفذ السنه دي بس 116,000 وحده سكنيه. مدينه اكتوبر يعني تحس ان هي مدينه رايقه من حيث الزحمه، ان ما فيش الزحمه اللي هي تحت في مدينه القاهره، ما فيش الجو الترابي اللي هو بيبقى في الهواء، يعني تحس انه السماء رايقه اكتر من هناك. هي مدينه هاديه وسكانها يعني محترمين وكده اهوت، وبعدين مش زحمه زي تحت وكده. انا قعدت في المهندسين وقعدت في المعيدي وقعدت في كل حته بس ما استريحتش هنا. ليه؟ عشان هي جميله ورايقه وهدوء جدا وناسها جميله جدا وبتتعامل بلطف جدا وانا مستريحه هنا. بالنسبه هنا المشكلات الباعة الجايلين في الشوارع مبوظين المدينه بصراحه. مدينه اكتوبر دي جميله وما في زيها اصلا، لما ننزل تحت بنتعرض لحاجات هنا ما بنتعرضش،
وفي حاجات تحت مش هنا، بس هنا احلى اكيد بكتير عشان احنا متعودين على هنا وعايشين هنا، وهنا عيشتنا اصلا. في طرق نظيفه وفي طرق لا، يعني تحت هتلاقي في ال 12 او السادس مش نظيفه خالص، هتلاقيها نظيفه من اول 11 لغايه الحي الاول، مش مهتمين بال 12. حيويه اكتر في الفتره الاخيره بسبب الجامعات الكتير اللي فيها بتاع 7 جامعات مثلا. ضغط سكاني، انتشار للعشوائيات، وازدياد في البطالة، أسباب عدة تتهاوى أمام مدن جديدة تخلق بداخلها فرص عمل ومنشآت سكانية لتظهر رؤية مستقبلية في حاضر تنموي يسعى له الكثيرون من أجل واقع أفضل للمواطنين في مصر.